كم مرة حاولت تبطل تدخين وفشلت؟ ترى عادي، حالك زي كثير من الناس. بس 5% من الناس اللي يحاولون يوقفوا تدخين من غير استخدام علاج طبي نجحوا في مهمتهم. بدر ما لقى طريقة، كان يدخن علبة كل يوم وكان دايم يحاول يوقف تدخين. أصفرت أسنانه، فقد لياقته، شحب لون بشرته وبان عليه التعب، حتى ميزانيته تضررت. الحل سهل ومضمون بنسبة نجاح 86% عن طريق علاج مدته 12 أسبوع. بدر خذ العلاج واستمر عليه بجدية، وبدأت صحته تتحسن وبدأ يستمتع بحياته، ووفر أكثر من 7200 ريال بالسنة من مصروف الدخان. ودك تتخلص من الإدمان على التدخين وتبدأ حياة جديدة؟ زور صيدليات الدواء واسأل الصيدلي عن الحل وهو يعطيك كل التفاصيل.